الموافقة على مظاهرة، وأنا بطلبي الموافقة على حرق الكتاب، الطلب اللي أنا قدمته. نحن كمسلمين ديننا بيفرض علينا أن نحترم الآخرين. وما اجت موافقة على هالشيء للي عم بيقول اني ما في ازدواجية معايير، يعني انا بصن هالشيء بيثبت اني في، لاني ما اجت موافقة نصية بهذا الشيء. انا نيتي من الاساس ما راح احرق، انا نيتي اني بدي اعمل هاي المظاهرة لحتى افرجي العالم اني المسلمين ما هن مثل ما هن مفكرين. متوقع يكون في حاجز، كنت متوقع يكون في شيء، بس سألت الشرطي المسؤول عن هالموضوع قال لي ما راح يكون في شيء، بس الا اذا حسينا في حاجه بنعمل، بس اذا ما حسينا انه في حاجه ما راح. احنا حاليا المسافه بيننا وبينك اقل من نص متر، يعني فلو حيصير شيء كيف ممكن يحمو؟ ما يعني ما بعرف، هلا ما بعرف شو بدي اقول لك. انا بتمنى انه يعني هذا الشيء، هالحدث هذا اللي انا سويته، بتمنى انه يؤدي لاني يمنعوا حرق الكتب المقدسه، اني يفكروا ان شو الفرق بين اني انا احكي وانتقد الاديان وانتقد القران وانتقد الانجيل وبين انه انا احرق. هذا فعل، هذا مانو تفكير.